السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. دابا جبت لكم واحد الوصفة اللي هي بالقرفة والبيض. بزاف ديال الناس كيهضروا عليها هذه الوصفة هذه، ولكن كاين اللي كيخاف منها. حنا عارفين باللي القرفة بزاف ديال الناس كيديروها لتوريد الشفايف، فهي كتنشط الدورة الدموية في الجلد بشكل رهيب. يعني شو ممكن نديروها للشفايف؟ كيوليو منفوخين بزاف. المهم هاد الوصفه ديال الشفايف هنعطيها لكم بعجاله. اول حاجه كديريها كتاخدي زيت البلديه، زيت الزيتون مع شويه ديال السنيده. كديري تقشير الشفايف، كتقشريهم مزيان حتى كتحيد ديك الجليده. من بعد كتاخدي القرفه مع معلقه ديال العسل، كتخلطيهم مزيان وكديريهم فوق الشفايف ديالك. ومن بعد كتاخدي القرفه غبره بحال هكذا، وكتحطيها على داك الماسك اللي انتي طبقتي على الشفايف ديالك. فكتخليها كتحطي عليها سميتو هذا البلاستيك الغذائي، وكتخليها مده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. المهم كل وحده والقدره ديالك، الا ما كتقدرش ما تستحملش فضغيه غادي تحيدها، فشوفي انتي والقدره ديالك. دابا غندوزو الوصفه ديال اليوم. اليوم كتدرت الوصفه استخدمت بياض البيض، بقى لي صفر ديال البيض، فانا قلت غادي نستخدمه غادي نستخدمه في هذا في هذه الوصفه هذه. استغفر الله العظيم. كناخذوا القرفه يعني هي شويه ماشي بزاف، وكناخذوا صفر ديال البيض. نبداو. هذا صفر ديال البيضة، بس معاه البيض الباقي غادي نقص البيض ونخلي غير الصفر، وغنحط عليه القرفة. شوف القرفة هي شوية يعني ممكن، ومن بعد غادي نخلطه. انا كنت من الناس اللي كيعجزوا على هاد الوصفات صراحه، اعترف بهذا. نوض وعاد ندير ماسك، وخصوصا ملي كل واحد عنده اطفال فما كيساليش، يعني كتبغي دير شي حاجه لنفسك فكتبقى مليون حاجه ديرها للطفل ديالك، فا والله ما كيساليش الواحد. ولكن دابا قلت لا، دابا الوصفات هي الا جربتي مثلا غير وصفه واحده ولقيتي الفرق صافي، كتولي بحال كتامني بدوك الوصفات بالفاعليه ديالهم، صافي كتولي تستخدمهم. المهم هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه، قرفه وصفار بيضه. من بعد انا غنستخدم غير يديا. المهم ممكن ديرو البانسو ونطبق هاد الماسك على البشرة ديالي. انا دابا درتو على يدي، ولكن طبعا راه دابا غنديرو على وجهي. البنات هذا الماسك ديال القرفة معروف انه كيحرق شوية في الوجه، فاللي عندها البشرة حساسة فما نصحهاش. و الا بغيتي تعرفي واش بشرتك حساسه ولا لا، ممكن تجربي على مكان في الرقبه ديالك في العنق، وتما غادي تعرفي واش يعني واش هاد واش البشره ديالك حساسه ولا لا. وهو عاده انا بشرتي ماشي حساسه، ولكن كيحرق. غير هو زوين، كتحسي بالخدود ديالك ولاو حمرين، كيورد الخدود. انا حاليا كنطبقو على الوجه ديالي. بصراحة البنات الماسك اللي كان قبل من هذا خطير.
والله خطير. ماسك ديال التبييض ديال التقشير اللي فيه بياض البيض وفيه النشا وفيه القهوة، غتلقاه في الفيديوهات، خطير بصراحة. يعني البشرة ديالي كنحس بيها ولات رطيبة، البشرة ديال وجهي ولات ضاوية. انا من النوع ديال الناس اللي مثلا نفسيتي كتاثر لي على وجهي، مثلا لك مع الصباح كيبان لك وجهي كحل. فهاد الماسك اليوم صراحه عجبني بزاف، ودابا ساليت التطبيق على الوجه ديالي. لحد الان انا ما حساش بتا شي، يعني ما حساش بالحريق ديال القرفه، هو مازال حاطه على يدي، مازال ما نشفش، هو غيكرم وغنحيدو. خليتها نشفات، سوري نسيت ما صورتش، كنت متحمسه للوصفه ونسيت. خليتها نشفات اول مره وعبت عليها طبقه اخرى، وكذلك عاوتاني درت حتى الوجه ديالي لانه كنطبق الوصفه في وجهي في يدي وفي وجهي في نفس الوقت. فانا مستغربه ان هاد القرفة اليوم ما حرقتنيش كما العادة. هي عادة يعني بصراحة انا تعودت عليها، يعني ما كتحرقش بزاف، ولكن اليوم حسيت بها باردة، ما عرفتش واش من القهوة ولا شنو. وكما لاحظتوا كذلك انا ما كترش القرفة، القرفة ما كترتهاش، حطيت غير شوية، فممكن لانني ما كترش فما حساش بزاف، حاسه غير شوية ديال الوخز، ديال الوخز صافي ومشى. وعلى فكرة انا درت حتى الشفايف ديالي، مادام دايره الوصفة اللهم نديرها للشفايف ديالي. وهي كما قلت لكم للشفايف، يعني نعاود لكم الوصفة مرة اخرى. كتديري معلقة ديال السنيدة مع معلقة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال السنيدة مع معلقة كبيرة ديال الزيت، يعني كيكون الزيت اكثر من السنيدة، ماشي يعني بزاف لا، المهم خاص تكون ضروري حبيبات ديال السكر بيني، لانه انا شفت شي اخوات من كيديروا التقشير كتلقاي السنيده ومفزقها بنقطه ديال الزيت. لا ما لا، خاص شويه الزيت يكون باين والسنيده الحبيبات ديالها يكونوا باينين. وتعملي التقشير للشفايف ديالك، من بعد كديري القرفه مع العسل الحر كتحطيهم، من بعد كتاخدي القرفه غبره كتحطيها فوق داك الماسك اللي انتي درتيه على الشفايف ديالك، وكتغطيه بالسلوفان مده ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. من بعد كتحيدي داك الماسك وكتغسلي شفايفك بالماء دافي. وكاينه طريقه اخرى، زيت القرنفل، حتى هو لتكبير الشفايف. زيت القرنفل توا خطير، يعني غير تحطيه كتحسي ان العافيه ناطلك في وجهك في الشفايف ديالك. من كتحيديه كيوليو حمرين ومنفوخين، فهو كيحرك الدوره الدمويه بواحد القوه في ديك المنطقه اللي انت حاطاه عليه. ودابا انا كنتسنى الماسك ديالي ينشف، من بعد غنمشي نغسله. كنتمنى هاد الوصفه هذه تفيدكم، والى اللقاء في وصفه ثانيه. انا غنعاود بعجاله شنو درت، صفار ديال البيضه مع معلقه ديال القرفه، تقريبا معلقه صغيره ديال البيضه ديال، استغفر الله العظيم ما عرفت مالي تلفت. المهم غنعاود، درت صفار ديال البيضه صغير ودرت معاه معلقه صغيره ديال القرفه وخلطتهم وحطيتهم على وجهي، وبعد 5 دقائق عاود حطيت طبقه ثانيه من الماسك. ولا حرقكم فغسلوا وجهكم، فكاين الناس اللي عندها بشره حساسه ما كتستحملش القرفه، القرفه ملي كديريها اول مره هي سخونه بزاف، كتنشط الدوره الدمويه بزاف وكتحسي بها، كتحسي بحال شي شويكات كيضربوك في وجهك، فغسلي. وإلا كنتي من البشر يعني بشرتك عاديه وتقدري تستحملي، استحملي شويه. وفي الاخير ممكن ان تغسلي غيولي وجهك احمر، فما تخافيش، حطي مثلا تلج او غسلي غير بما بارد، فكيرجع وردي وكيرجع لونه الطبيعي، كتحسي ان وجهك منور، خدودك ورديين، وبشرتك هكذا ناعمه،
فما تخافوش، البنات اللي كتحرقهم ولا اللي يخرج لهم وجههم احمر فما يخافوش، ولكن البنات اللي بشرتهم حساسه كنعاود نقول غير يبدا يحرقك حيدي، او من الاحسن ما تجربيش الوصفه. البنات هاني غسلت يدي، حاسه بيها يدي زوين، ولا هاد اليد هادي، وهادي مسكينه مازال حرشه، هادي رطيبه، وهادي كنحس صبعي كيمشي يعني بصعوبه، وهادي لا بسهوله. انا كيبان لي الفرق ما بين هادي وهادي. انا كنتاسف على الاضاءه ما زويناش عندي في هاد الغرفه هادي، واصلا دابا عندنا المغرب يعني ظلام الحشويه، فكما قلت لكم هادي بيضت على هادي، فالوصفه الجايه الا تذكرت غادي نطبقها على هاد اليد، حشومه هادي تبيض وهادي تبقى، فالوصفه الجايه ان شاء الله انا غادي نطبقها على هاد اليد. يلا البنات خليت لكم الراحه، نتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. مع السلامه، باي.